بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. إذا الآن تمرين جوج حول درس النشر والتعميل والمتطابقات الهامة. إذا سوف نقوم بتعميل ما يلي. إذا أم تساوي 4 ناقص 9 إكس أسي 2 زائد 2 ناقص 3 إكس. إذا أول فكرة هي نقلب واش كاين عامل مشترك. إذا هنا ما باين لياش عامل مشترك، ولكن هنا نقدر نستعمل المتطابقة هامة ونستخرج عامل مشترك. إذا شنو تساوي؟ 4 هي 2 أس 2 لا تعليك، ناقص 9 هي 3 أس 2 ياك، إكس أس 2 راه عندك تماك، زائد هادي نخليها أبار، شي واحد غيتقلق يحسب هاد 4 مع 2 غيحصل. علاش عطاها لك معزولة تما؟ باش يسهل عليك الخدمة، وإلا صعبت على راسك راك أنت صعبت. تساوي 2 أس 2، القاعدة كتقولنا أ أس أن في بي أس أن هي ا بي الكل اس ان. اذا هي 3 اس 2 في اكس، اكس اس 2 هي 3 اكس الكل اس 2 ناقص 3 اكس الكل اس 2 زائد 2 ناقص 3 اكس. هذه نقدر ندير لها في واحد ياك، المهم خليها بار. هذه ا اس 2 ناقص بي اس 2 متطابقه هامه رقم 3. ا اس 2 ناقص بي اس 2 اش كتساوي؟ كتساوي ا ناقص ب في ا زائد ب، واضح الامر؟ يعني كتساوي 2 ناقص 3 اكس هي في 2 زائد 3 اكس، زائد هاد 2 زائد 2 ناقص 3 اكس هي خليها كما هي. نقدر ندير فيه واحد، نقدر ندير فيه واحد، عندي الحق. اي عدد في واحد يبقى نفسه، يعني هذه هي هذه، ما كان حتى تغيير. درت في واحد غير باش من نعمل يبان لي هذاك الواحد. اذا هنا كتلاحظوا ان عامل مشترك 2 ناقص 3 اكس، 2 ناقص 3 اكس، نعمل به شنو غيبقى الا عملت به؟ غيبقى لي هنا هذا العدد، وهنا يبقى الواحد، يعني 2 زائد 3 اكس، وهنا يبقى زائد 1 زائد 1. اذا في الاخير هنا عندنا 2 ناقص 3 اكس في هنا 2 زائد 1 هي 3 زائد 3 اكس. إذا هاد 3 هنا كذلك عامل مشترك نقدر نعمل بها، دونك هنايا 3 عامل مشترك نعمل بها، يعني تساوي 2 ناقص 3 إكس. هنا إلا عملت بالثلاثة نعمل بها هنا على برا، لأن عندي الضرب، واش سوا درتها هنا ولا درتها هنا بحال بحال، عندي الجداء. يبقى هنا 3 في 1 يعني 1، 3 في إكس يعني إكس، وزي دونك هذا هو التعميل نتاع أم، هذا هو التعميل تاع أم. صحيح الأمور بسيطة جدا. أن تساوي، كنستعمل فقط القواعد ديال النشر والتعميل وديال المتطابقات الهامة. إكس أس 2 ناقص 4 إكس ناقص 5. لاحظ معايا مزيان، أمور بسيطة ما تخلع ما والو. ألور هادي كتشبه ليا في المتطابقة أما رقم 2، إكس أس 2 ناقص 2 إكس زائد، دونك شنو غندير؟ ندير إكس أس 2 نخليها أبار لأن هي أ أس 2 باينة، ناقص 2 نتاع القاعدة لأن خص تكون 2 أ بي، ها المتطابقة هامة. إلا عندك أ ناقص بي الكل أس 2 هي ا أس 2 ناقص 2 ا بي زائد بي أس 2. إذا إلا حصلت على هاد الكتابة تقدر تحولها لهاد الكتابة. إذا نحاول نحصل عليها، ناقص 2 ألوغ 4 هي 2 في 2 إكس راه عندي تما، 4 هي 2 في 2 إكس راه عندي، ناقص شنو غندير؟ غادي نزيد بي هو 2، نزيد 2 أس 2 ونقصها، زدتها من عندي ونقصتها باش يبقى صفر، ناقص 5. علاش زدتها ونقصتها؟ شوف علاش هذه زدتها ونقصتها، زدتها باش نحول هذه المتطابقة هامة، ونقصتها لأن زدتها من عندي، ما كايناش في التمرين، خصني كي نحسب هذا الشيء نلقى هو هذا، أنت نحسبه ونشوفه. دونك خذ ستيلو. ألور إلا حسبنا إكس أس 2 هي عندي، 2 في 2 في إكس هي 4 إكس، هي هذه ناقص 4 إكس، 2 أس 2 ناقص 2 أس 2 صفر، ناقص 5 هي عندي، يعني هذا هو هذا، متفقين معايا؟ علاش درتو؟ لأن باش نحول المتطابقة هامة. إذا هانت إكس أس 2 ناقص 2 في إكس في 2 زائد 2 أس 2، هذه متطابقة هامة دابا، هذه كاملة هي إكس ناقص 2 الكل أس 2. شنو تبقى؟ هذه مع هذه، دونك هذه حولت المتطابقة هامة يبقى هذه، هذه ناقص 4 ناقص 5، متفقين؟ لأن إكس أس 2 هي 4، تساوي إكس ناقص 2 أس 2 ناقص 4 ناقص 5 هي ناقص 9، تساوي إكس ناقص 2 كل أس 2، 9 هي 3 أس 2،
تساوي دونك نكتبها هنا باش يكفيني البلاصه للثمانيه الاخر. الوغ هي ا اوسي 2 ناقص بي اوسي 2 مسابقه عامه رقم 3 ا اوسي 2 ناقص بي اوسي 2 هي ا ناقص بي فا زائد بي، يعني هي اكس ناقص 2 ناقص 3 في اكس ناقص 2 زائد 3 هي ا وهي بي، ا ناقص بي ا زائد بي يعني تساوي. نحسب دابا اكس ناقص 2 ناقص 3 هي ناقص 5، اكس ناقص 2 زائد 3 هي اكس زائد 1 صاي عملتها جي تساوي 84 ناقص 18 جذر 3. دونك بنفس التقنيه غنحاول نحصل على متطابقه هامه. مزيان، كيفاش كندير نحصل على متطابقه هامه؟ كيكون عندي شي شكل بحال هذا. شوف معايا مزيان، هنا ناقص 2 في 9 هي 18 في جذر 3. هاد 18 هذه هي اللي كنلعب عليها بوحدها، 18 هي 2 في 9 في جذر 3، دونك عندنا 18 جذر 3 هي 2 في 9 18 في جذر 3 ياك. الوغ هاد 9 هي ا، ندير 9 اوسي 2 ثم جذر 3 هي بي، ندير جذر 3 اوسي 2 باش تكون عندي متطابقه هامه رقم 2 هادي. اوسي 2 ناقص 2 ا بي زائد بي اوسي 2 هي 9 اوسي 2 ناقص 2 9 في جذر 3 زائد جذر 3 اوسي 2. وكنشوف واش هذا هو هذا، الا شاط شي حاجه كنديرها في التالي، الا ما شاطش كنخليه. غنشوف 9 اوسي 2 هي 81 يعني 81 نديرها في الوسخ هنا 81، جذر 3 اوسي 2 هي 3، 81 و 3 هي 84 يعني ها هي، يعني هذا مع هذا هو 84 ما شاط والو، لو كان شاط شي حاجه غنحطها. هذا هو هذا صحيح، يعني دابا واش عندي متطابقه هامه ولا ما عنديش؟ راه عندي متطابقه هامه، هي ا اوسي 2 ناقص 2 ا بي زائد بي اوسي 2 يعني 9 ناقص جذر 3 الكل اس 2 انتهت التمرين والله يوفقك. لا تبخل علينا بالضغط على زر اعجاب ثم تسجيل في القناه لتتوصل بالجديد من هنا، ثم ارسال الفيديو الى اصدقائك عن طريق ازرار الموقع الاجتماعي الموجوده هنا. الى اللقاء.